مشترياتي للمواد الغذائية وكيف أنظمها من اليوم، وداعا للفوضى والكركبة، تدابير وحيل تساعدك جدا في المطبخ، منظمات ستريحك من التعب، وكسكس معسل بذوق رائع جدا. صباح الخير عليكم جميعا، وأهدي لكم هذه الورود الجميلة مع صباح مشرق إن شاء الله. ورجعت لكم بفيديو جديد ومرحبا بكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك لدعمي اكثر، شاركوا في القناة، بارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وحبيبتكم. فيديو تاعنا اليوم هو مشترياتي تاع المواد الغذائية اللي تبقى لي منها شوية شوية، وندخلها في هادو العلب البلاستيكية المنظمات الرائعة جدا. بقاي معايا شاهدي الفيديو ان شاء الله تدي واحد الافكار البسيطة اللي غادي نقولها لكم. بون هنايا راكم تشوفوا فيا راني ندخل في المواد الغذائية في العلب اللي كنت حضرت معكم فيديو مقبل، هو انه غسلتهم بواحد الخلطة السحرية اللي سهلت علي الخدمة يعني، وخلتهم يبريوا يشعلوا. فنصحك تدخلي في هذاك الفيديو اللي غادي نخليه لك في صندوق الوصف كذلك في التعليقات مثبت. هنايا بعد ما خرجت كامل هذوك المواد الغذائية وغسلت هذو العلب، بعد ما نشفو راني نبلاسي فيهم. هنايا كنت شارية العدس، درت منه شوية وبقى شوية، اذا فانا نحتاج العدس المره الجايه لانه عندي غير واحد شويه ما تكفينيش. انا نبغي العدس الاحمر، وانتم قولوا لي تبغوا العدس الاحمر ولا هذاك القهوي بزاف. خليوا لي رايكم في التعليقات، هذا يهمني بزاف. هنايا عندي الطعام كيفاش ندير؟ شوفي هنا الطعام انا كل جمعه ندير نص كيلو يعني رطل، ورطل التاني خلي الجمعه الجايه كيما راكم تشوفوا دروك. خاصني طعام باش الجمعه اللي من موراها هكا باش ننظم روحي، نعرف لي خاصني ولي ما خاصنيش. بالنسبه للخميره الكيميائيه في هذه العلبه صغيره تجي سوا سوا يعني شغل ما تتودر لي ما تهرب لي. وكذلك غادي نحط هنايا الشاي الاخضر تاع ليبتون، ولا تقدري تحطي اي حاجه تكون صغيره حطيها فيها بهذا الشكل. يعني هذه العلب من الكبيره للصغيره والحجم تاعها تختلف تساعدك بزاف، يعني هنايا تبقى مبلعه ومحافظه على النكهه تاعها والريحه تاعها ما تروحش. هنايا راني نحط في خميره تاع الخبز في هذه العلبه كذلك. راكم تشوفوا واحد النظام يريحكم، اذا ما كنتي شريتي هذه العلب نصحك تلايمي دورو بدورو، تلايمي وتشريهم لانه غادي ترتاحي بعد ذلك. هنايا بون راني نشوف الحاجه اللي خاصتني منها نكتبها في ورقه، واللي ما خاصتنيش صاي باري عليها. الروز هنا راه عندي ما نشريش، هو والشوربه كما شفتوني حطيت الشوربه، راها عندي الشوربه راها خير وبركه لانه انا ما قلتلاش بلي كان الشوربه وجاب لي الشوربه. المهم ما عليش ما غاديش تخسر. هذا الملح كنت بعد ما غسلت العلبه خويتها في الباسينه هذه، وغادي نحطها في العلبه البلاستيكيه ونشوف بلي راه خاصني الملح، لانه الملح من نستعمله بكثره راه قريب يكمل. يعني ما نديرش لا ما نلق، نشري الملح بزياده هكا ونحطه في العلبه. هذه المايزينا كما كتشوفي درت لها علبه خاصه تانيك تبقى باينه كي نبغي ندير اي حاجه نجبد المايزينا. وهنا كما تشوفوا القهوه ثاني كنت ديت لها علبه خاصه بها. شفت بلي القهوه راهي ناقصه لازم يعني نشري، شريت القهوه ثاني وغادي نوريها لكم. القهوه تعمل تعجبني ريحتها بزاف. هذه هنا الروز شوفوا راه عندي، وهذه الشويه زدتها معاهم هكا ما يبقالكش الفوضى، فهمتيني؟ ما تحطيش في علبه كبيره وحده تحطي فيها كاع المواد الغذائيه وتبقاي تحوسين بعدا كي تبغي تجبدي حاجه تبقاي تقلبي فيهم كاع، ضيعي الوقت وضيعي الجهد تاعك وهكا يعني تتنرفي وتتعصبي في الباطل. هذا المشكل فات علينا كامل وراني حاسه بك. اذا كنتي مازال ما شريتيش هذه العلب غير شري بالوحده بالزوج وركي رابحه. وهنا شوفوا راني باغي ندخل مايز الذره في العلبه، فركشت كل شيء قلبت كل شيء. المهم انا كنت عيانه شويه على خاطر كنت غسلتهم وخليتهم ينشفوا وبلاصيتهم، يعني هذا الفيديو راني مصوراته من قبل. وباش ننظم روحي كذلك نشوف انا راني نعمر في العلب تاعي ونشوف لي راه ناقص ولي راه زايد، ونكتب في العلبه كيما الباكاسي شفته ناقص وكذلك السكر كلاسي. والحمص بغيت ننفخه، درت الباسينه فيها الماء وغادي نخليه يتنفخ. بعد كي يتنفخ غادي نطيبه
نطيبه هي في الماء والملح ونزيد لها ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، ومن بعد كي يبرد ندسه في الثلاجه كي نبغي نطيب نجبده. شوفوا هذه العلبه تانيك اللي وريتها لكم، قلت منها هذاك الاكياس تاع الشاي ودرت الشاي عادي اللي نطيبه به كل يوم. شوفوا خرجت بزاف شيك وشابه، عجبتني. حطيتها حدا النعناع والعدس، انا ما نبغيش هذا العدس صراحه، يضرني في المسران، كل ما ناكله ننضر. لكن مشي انا شريته، راكم عارفين في الدار كاين اللي يبغوا ياكلوه كيما زوجتي وراجلي يبغوا ياكلوه، لذلك لازم نشريه ونطيبها لهم. وهذه علبة طويلة تجي فيها السباغيتي، انا ما بغيتش نحل البورصة، خليتها كيما راه. كي نبغي نطيب نجبد النص، نقرضه في النص، ندي النص ونص الباقي نخليه المرة الجاية. هنايا الشوربة راها بالكونتيتي هذه الشوربة غادي ندسها ليها على جهة، والمرة الجاية نجبدها كي تكمل لي كاع الشوربة، ولا ندخلها في بيت الخزين. بيت الخزين شاولا ديري كرتونة ولا خزنة، ولا حطي فيها المواد الغذائية اللي بزيادة. هنايا السكر، السكر شوفي انا بغيت نشري تاع القوريط، حنا نقولها قوريط ولا سكر الحجره. هذا السكر الحجره ينفعني بزاف يعني، ويجيني اقتصادي. على هذا السكر الكريستالي هذا تاع كما كتشوفي تاع الكيلو نديره غير الحلوه، وهذاك تاع الحجره نديره تاع كل يوم تاع القهوه بالحليب والشاي ولا تاي هكا، باش نقتصد في السكر ونخلي هذا للقهوه والثاني نخلي للحلويات. جربي هذه الطريقه وغادي تنفع معك، حتى انك تتحكمي في كميه السكر اللي ديريها لولادك ولعائلتك. يعني تقدري تحطي حبيبات تاع قوريط يعني تاع السكر، ودوري لهم صاي هذا هو اللي كاين، يتبعوا هذيك المعدل تاع السكر في القهوه، يعني ما يبغوش يزيدوا، فهمتيني؟ حتى لو قالوا لك زيدينا ولي فيهم هذيك الطبيعه، حتى اللي تولي تقتصدي في السكر يولي يشد لك. هذه هي هنا كما كتشوفوا القهوه، هذه القهوه غادي علبه نديرها مع نفرغها في العلبه لانه جاتني قليله وما تقدنيش للشهر. اما العلبه الثانيه غادي ندسها كما قلت لكم في بيت الخزين مع هذه الشوربه والسكر، ونشوف اذا قدني السكر صح، ما قدنيش غادي نغبره، فهمتوني؟ ندسها للشهر الجاي ولا الوقت اللي كيفاش ما يكونش عندي. وهنا خميره كيميائيه ثانيه عندي غادي ندسها لاني بطلت ما رانيش نعجن كل يوم الخبز، فهمتوني؟ مع اللي المواد الغذائيه كلشي راه غالي شي قدك، فان شاء الله ربي يفرجها علينا يا ربي. وهنا الفارينه انا مانيش بنبغي نشري هذه النوعيه لانه ماش تخرج لي مليح في الخبز. كما راكم تشوفوا الفارينه هذه راهي عندي مقبل، غير شري لي كيلو، انا نبغي تاع البركه مليحه بزاف، يعني المره الجايه نشري 5 كيلو تاع البركه. اما بالنسبه للزيت انا جايب لي زوج يطرو تاع زيت. هنايا شوفي راني نفرغ في هذا اليوطرو، علاه؟ باش ندسه كل مره نفرغ فيه شويه وندسه في بيت الخزين، كذلك يبقى هكا عندي يعني كيما تقول انت الزيت ما راش يقدني. علاه؟ لخاطر راك تقلي بزاف، حاولوا تيفيتوا القليان بزاف وفوروا ولا ديروا في الكوشه هكا، باش تكوني دبرتي على جيبك وعلى صحتك وصحه ولادك وعائلتك. وبالنسبه اللي تكون عندها تشيشه وسميد ويكوز لها، فنصحك تحطيه في الثلاجه، ماشي في المجمد، تحت في الثلاجه تكون في علبه محكمه الاغلاق، هذه هي تحافظي عليه جديد. وبعد ما بلاصيت كامل المواد الغذائيه في هذه العلب المنظمات الرائعه اللي ننصحكم باش تشروها، اللي انا كنت شريتها في حتى 3 سنين هكا وما ندمتش عليهم لانه طوب هكا، غادي نحطهم في الخزنه، الخزنه صغيره والله درفدهم لي كاع. ونروحوا لتحضير الكسكس بالتفايل مع السر المغربي اللي كنت حضرته فيديو من قبل، ولكن نعاودها لكم بسرعه. هذا المرق تاعه ما فيش الخضره، فيه غير البصل والحمص واللحم والتوابل، التوابل اللي هما القرفه وكذلك كما كتشوفوا السمن، شويه تاع زيت، البصل والقرفه اللي عليها العمده ديروها، والملح والحرور، وكذلك الكركم وشويه تاع سكنجبير وملعقه من القزبر مطحون، هذاك يعطي جو ثاني كبنين. بالنسبه للحم اللي عندك، اللي عندك الدجاج ديري المرق هذا يجي ابيض، يعني ما ديري فيه لا طماطم مصبره ولا طماطم تاع الحبه. وبالنسبه للكسكس عندي تدبيره مليحه بزاف، غادي نخلي لك الرابط تاعها اسفل الشاشه في صندوق الوصف، تبعيها وغادي تكوني من المحترفين في تحضير الكسكس.
بعد ما وجدت المرق تاع الكسكس خليته يطيب على راحته، نروحو نوجدو تفايا المعسله. شوفوا المقادير تاعها سهله وبسيطه، وطريقه تحضيرها سهله بزاف، غير تبعيني كيفاش نخدمها. هنايا بعد ما قطعت البصل تاعي الى شرائح، يكون عندك 4 حبات كبار ولا 5 حبات كبار على حسب كميه الناس اللي راهم جايين عندك يفطروا ولا العائله. هنا تجيبي التوابل، هما القرفاعود، كذلك الكركم والملح، الحرور اللي هو الفلفل الاسود، وشويه زيت، وكذا ملعقه صغيره سمن وملعقه صغيره من القزبر المطحون. نحط الكامل الخليط يدبان، يعني حتى تشوفي داك البصل دبان، ضيفي له الزبيب والقرفه مطحونه، وضيفي له السكر، وخليه على نار هادئه جدا يتكرمل حتى يصبح بهذا الشكل المعسل. والله اخواتاتي شيرة تجربوه، بنين بزاف. هذه التفاية المغربية، يعطيكم الصحة. بعد ما وجدت الطعام تاعي وحطيته في الطبسي، ما شاء الله، ذوق ولا أروع. أنا ننصحكم تجربوا هذه الطريقة، وغادي نخليكم كذلك الرابط تاع الكسكس كيفاش تفوروه وأسرار نجاحه اللي تخليه حبة تيليا يأكلوها، ما يبقى لكش كاع الكسكس نهار الجمعة. وصلنا لنهاية الفيديو مع تدابير والحيل اللي عطيتها لكم، نتمنى يكون فدتكم ولو بالقليل. تهلاو في رواحكم، سلامة.